ومشاهدينا يسرنا أن يكون ويانا ضيفنا من إيطاليا عبر سكايب المهندس المعماري ومصمم الحقائب الفاخرة المهندس حسين حربة. يسعد صباحك أستاذ حسين. يسعد صباحك أستاذ، أهلا بيك، نورتنا، إحنا سعيدين بوجودك ويانا. أهلا بكم، أشكركم، شكرا جزيلا، أشكر كل متابعين في دجلة. أهلا بك أستاذ، شكرا لك. طبعا أستاذ حسين بالبداية يعني حابة أعرف من حضرتك، اللي إحنا نعرفه أنه أنت مهندس معماري، شلون دخلت مجال التصميم؟ والله مفهوم العمارة أو المهندس معماري، شغل مهندس معماري في إيطاليا مختلف عن أعتقد عن العراق أو بقية دول العالم. مهندس معماري في إيطاليا يصمم بصورة عامة ب 360 درجة، ما مختص فقط بالبناء. معظم مصممين الموديل الماركات العالمية المشهورة معظمهم مهندسين معماريين، يعني إذا ناخذ فيرساتش مهندس معماري، جورج أرماني مهندس معماري، فيندي مهندس معماري، فالنتينو أيضا مهندس معماري. نعم. مفهوم الهندسة المعمارية بإيطاليا تختلف كليا عن مفهوم الهندسة المعمارية في العراق. يعني المهندس المعماري في إيطاليا يصمم من النظارات إلى الأحذية إلى ناطحات السحاب إلى الكراسي إلى المجوهرات، يعني كلها تدخل في مجال ينقوت الإبداع أو التصميم. نعم. تصميم بصورة عامة. نعم. طيب أستاذ حسين، أنا حابة أسأل حضرتك شلون قدرت يعني تمزج بين هالثقافتين، يعني بصراحة ثقافة المعمار والفن بالحقائب والمجوهرات والتصميم، يعني شيء كلش حلو، شلون قدرت تمزج بيناتهم؟ والله أنا من كنت طالب كلية هندسة عمارية كنت دائما أصمم الحقيبة مالتي الشخصية، وكان دائما يعني ألوان متعددة، فكانت تثير انتباه الأساتذة وزملائي طلبة بوقتها. فظل في بالي أنه في يوم من الأيام، يا من طالب، في يوم من الأيام لازم أدخل هذا عالم الموضة، اللي هو عالم رائع، عالم مملوء أحلام ومملوء أشياء جميلة، ولكن يعني كان حلم. مرور الوقت يوم توفر يعني توفرت إمكانيات، فاجى ببالي يعني ادخل بهذا العالم عن طريق حقيبه. نعم. صممت الحقيبه وكانما بيت صغير حتى ما انسى جذوري المعماريه. طبعا يعني استاذ حسين، هو انت اريد اسالك على نفس الشيء، انه الحقائب اللي صممتها مثل ما ذكرت انه كانه البيت الامن والبيت الانيق، هل مثلا الغربه وانه انت بتعيش بايطاليا هذا الشيء اللي خلاك تسوي هذه الكولكشن؟ والله احتمال كبير، ما عندي جواب يقيني، بس احتمال كبير، وهذا ايضا احد الاسباب يعني. او سبب اخر يعني برايي انه الموضه من الملابس للاحذيه للعطور للمجوهرات عالم كبير بدون نهايه، فحبيت يعني ادخله من الحقيبه، لانه ما اعرف شو السبب، من طفولتي يعني انا معجب بالحقيبه، عالم دائما يجذبني. نعم. صممت هاي الحقيبه وعرضناها لاول مره في اسبوع الموضه في ميلانو. نعم. والشيء الغريب والعجيب انه كسبت شعبيه مهمه جدا على مستوى معظم خبراء والصحف المختصه بالموضه كتبوا عنها، شيء ابهرني ما كنت متوقع. نعم خاصة فعلا بالبداية يمكن الواحد يعني ما يتوقع كل هذه الردود الأفعال الإيجابية فعلاً. والحلوة. نعم. طيب أستاذ حسين، الشيء الغريب عفوا، نعم الشيء الغريب يعني آسف إذا قاطعكم، لا بالعكس، بس الشيء الغريب أنه أنا يوم صممت الحقيبة طلبت لقاوية رئيس المؤسسة العامة للمودة الإيطالية. نعم. فشوفت إلى الحقيبة فقال لي شو اللي تريد؟ قلت له اريد اشترك بصوره رسميه تدعوني الى اسبوع الموضه في ميلانو. وهذا الشيء يعني تقريبا مثل مجنون يعني يروح الى مؤسسه مهمه ويطلب هذا الطلب. فقال لي بدون ما تقول لي انا يوم شفت حقيبه راح ادخل اسمك.
هو استاذ حسين، انا حابه اسال حضرتك شنو المعايير اللي الى دخول مثلا معرض هيجي عرض الازياء عفوا، انه الواحد ممكن يدخل خلينا نقول مثل حضرتك مصمم باشكال جنط او حقائب باشكال كلش حلوه ومميزه، شنو المعايير المهمه للدخول اللي هيجي ازياء موضه اللي تصير اسبوع مثلا في باريس في دبي؟ والله هو اعتقد لازم يكون عندك تاريخ معروف. نعم. يعني والا ملايين الناس دخلت في هذا العالم، لازم يكون عندك تاريخ معروف وموثق وعندك سمعه في يعني معروفه لحد ما، وتقدم شيء مميز. يعني ما عارفين هنا في ايطاليا ماكو شيء مخفق، عندنا خبراء في كل شيء، مئات بل آلاف الناس القديرة في كل موضوع في كل خصوصية، فلازم تقدمين شيء مختلف، مو شرط يكون جميل ولكن في خصوصية في اختلاف. والجمال يعني لكل واحد من عندنا يعني يقرر شنو هو جميل أو غير جميل. أنا بصراحة يعني كنت أصمم لنفسي لروحي، ما كنت أصمم إنه حتى الآخرين يقولون جميل أو كذا. نعم. مع احترامي للجميع كنت أريد أقنع نفسي، والحمد لله يعني ربنا ساعد. الحمد لله. أيضا يرادنا نسبة حظ أيضا بالموضوع. نعم طبعا أستاذ حسين، أيضا حاب أعرف من حضرتك، أنت بما أنه درست يعني الهندسة بإيطاليا، هل كان هذا الشيء صعب عليك؟ شنو الصعوبات اللي واجهتها بالدراسة هناك؟ والله يعني طبعا اكيد صعوبه، اولا اللغه الايطاليه مختلفه نهائيا، احنا ما نعرف العراق ندرس انجليزي، هذه اول مشكله اللغه. بعدين انا بصراحه لسوء الحظ طلعت الفتره عصيبه وهي بدايه الحرب العراقيه الايرانيه. نعم. يعني فعشنا يعني 10 سنوات الكليه بين قوسين مأساوية، يعني أخبار العراق والموت والقريب مات والكذا، فما كانت سنين يعني سهلة من كل النواحي. نعم. طيب أستاذ حسين، أنا حابة أسأل حضرتك بخصوص المواد اللي تدخلهم بالحقائب، شنو هي المواد اللي أنت تركز عليهم وتدخلهم بالحقائب كتصميم همينة؟ دينا في يعني دينا منتج الحقيبة، أولا الحقيبة مالت منتجة بإيطاليا من مواد منتجة في إيطاليا. نعم. 100%. بالرغم أنه جبنا طلبات ينتجوها بالهند أو تركيا أو الصين، دائما نرفض هذا الشيء. نعم. بدينا بجلود نادرة جدا. أنا دائما أركز أنه لازم تكون خصوصية بالحقيبة مالتي. ما أريد إذا أختار جلد لازم يكون جلد وحيد. إذا أختار لون لازم يكون به خصوصية. حتى يعني ما اريد اشوف اليوم مشابه له في السوق او شركه اخرى تنتجه، دائما جلودنا منتجه لنا خصيصا. بالفتره الاخيره بالموده العالميه وخصوصا الايطاليه الاوروبيه، هناك اتجاه الى مواد صديقه للبيئه. وهذا مهم جدا بسبب يعني الظروف المناخ والبيئه واحترام البيئه. فاحنا حاليا صار لنا 3 سنين قاعد ننتج ماده خصيصا حقيبتنا، وهي جلد ينتج من الخشب، وتعتبر يعني شيء جديد بالسوق، وتنتج لنا شركه ايطاليه، ونضيف لها اضافات بعضها، نسوي لها مثلا اشياء مثل الذهب او الالماس او يعني الذهب ابيض ذهب اصفر، حسب مرات يعني نضيف لها الاضافات على تعطي قيمه اضافيه مهمة جدا. نعم طبعا أستاذ حسين، أيضا حابين نتكلم عن مشروع يعني المتحف الفني اللي ما زال قيد الإنشاء بالحلة، إذا ممكن تخبرنا عنه. والله هاي من الأشياء من ضمن الأشياء اللي شبه مجنونة اللي بحياتي سويت، اللي سوء الحظ من الأشياء اللي ما نجحت أو لحد الآن ما نجحت، لأنه بديت في 2003 بتصميم البناية. قطعة أرض هي قطعة مالتنا يعني من عائلية من سنوات. نعم. وبدينا بال 2004 البناء وكل شيء. بعدين العراق اتجه لسوء الحظ، ما تذكرون السنوات الرهيبة.
ان شاء الله يعني قريبا نشوفك ببغداد ويكون اكتمل هذا المتحف. اكيد احنا هيك فخورين بهيك مصممين عندنا بخارج البلد وينفذون شغلات كلش حلوه ومميزه. شكرا لوجودك ويانا. شكرا لك. نورتنا. شكرا لك.